صباح الخير عليكم. كيف شفنا جميع درس ديال اليوم وهو البلبلة أو سميدة الشعير. إذن غادي نصوبوا واحد الحريرة. أول حاجة كنديروا في الطنجرة الماء يغلي تقريبا إترو وربع ديال الماء وتقريبا واحد 200 أو 180 غرام ديال البلبلة. كنزيدوا شوية ديال البزار، شوية ديال القرفة، شوية ديال الزعفران وشوية ديال المسكة الحرة، وكنبداو نحركوه بشوية بشوية. وردوا البال عندكم تكون لكم الكويرات ديما إلا كنتو حطيتو الماء مع البلبولة ديما يكون ما بارد ما يكون سخون، وبداو تحركوه بشوية بشوية وردوا البال. بعد خطرات كما كيبدا يبقبق ما تنساوش الملحة، ميبدا يبقبق حركوه من التحت ليعود يلصق، وديما العافية تكون بهدوء. تقدروا إلا كان عندكم الحليب أو كيعجبكم الحليب في هذه البلبولة تقدروا تزيدوها، كاين السمها أو طريف الزبدة أو واحد النقيطة زيت العود. نتمنى لكم شهية طيبة ونتمنى توفقوا في هذه الوصفة. السلام عليكم.